stellarina cells, which can deal with the infection out of the injury to the wound and the tissues. لو بصينا على البلاد فيسل الفينيول المكان اللي بتطلع منه السيلز علشان تروح في الاكسترا فاسكولار سبيس او انترستيشيال تيشو هو الفينيولز. اوكي؟ لو بصينا ده سكشن الفينيول بتبقى لاينت باي اندوثيليال سيلز، يبقى السيلز اللي على الجناب دي اندوثيليال سيلز. البلاد بوبوليشن الفينيولز يوجوالي ماشي بسرعة عالية، فبنلاقي إن السيلز بتمشي في وسط البلاد فيسل والبلازما بتمشي على الأجنس بتاع البلاد فيسل. لو بصينا على الجزء اللي فوق ده بنسميه أكسيال ستريم. أكسيال ستريم يعني الفلو بتاع البلاد في وسط الفيسل، يبقى كل البلاد سيلز موجودة انسايد ذا فيسل. في الجزء اللي في الأكسس في منتصف الفصل، لكن الأجزاء اللي على الأجز دي بنسميها البلازماتيك زون. البلازما بتبقى ماشية في الجزء الفوقاني من الدايجرام ده الطبيعي. السلس ماشية في وسط الفصل ومحاطة بالبلازما على الأطراف بتاعة الستريم أوف بلاد. أوكي؟ ده في النورمال فيلوسيتي بتاعة البلاد، السرعة الطبيعية بتاعة البلاد inside the vessels. لكن لما بنيجي في inflammation بيحصل slowing of the circulation. Circulation بتبطا inside the capillaries and venules. بتبطا ليه؟ عشان احنا قلنا كل الكابيلاريز اتفتحت. ففي الطبيعي مش كل الكابيلاريز مفتحه، البلد كله ماشي في سكه واحده، كابيلاريز واحده. لكن لما كل الكابيلاريز اتفتحت والبلد اتوسع عليها فبيحصل slowing of the circulation. In addition ان شويه فلويدز بتطلع بره في الاكسترينيتس، فده بيخلي البلد فيسكس شويه، فيسكوستي اعلى، فكل ده بيؤدي الى slowing of the circulation. طب يحصل ايه لما يبقى فيه slowing؟ نلاقي ان البلد سيلز اللي موجوده في النص في الاكسيال ستريم تبتدي تطلع ناحيه الزون بتاع البلازما. يبقى دي البلازما سيلز بدل ما كانت ماشيه في النص تبعد على الجناب. الحكايه دي بنسميها مارجينيشن، بتطلع على المارجن اوف ذا بلاد بلازما. فاول حاجه سلوينج، بعد سلوينج تبتدي النيوتروفيلز والمونوسايتس كل البلاد سيلز تطلع على الادج بتاع الستريم اوف بلاد، فده بنسميها مارجينيشن. بعد المارجينيشن بيبتدي يحصل حاجة اسمها بيفمنتنج. بيفمنتنج يعني ان السيلز كم تو لاين بتبطل اللايننج اوف ذا فيسل فور، يعني تيجي تلزق على سطح الاندوثيليال سيلز. ادي الاندوثيليال سيلز مبطنة الفيسل، الانفلاماتوري سيلز تبعد to the edges حسب مارجينيشن and then it starts to pavement. pavement يعني زي رصيف، pavement يعني هتعمل طبقة على سطح الاندوثيليال سيلز وتلزق فيها. تلزق فيها ازاي هتلزق فيها؟ حاجة اسمها adhesive molecules. adhesive molecules زي الريسبتورز موجودة على سطح الخلايا النيوتروفيلز وتيجي تلزق على ريسبتورز موازية ليها موجودة على سطح الاندوثيليال سيلز. فهي مش بتلزق حاجة فيزيكال كده، لا، دي حاجة سبيسيفيك باي مولكيولز معينة، بروتين مولكيولز موجودة على سطح النيوتروفيلز وفي زيها بروتين مولكيولز مكملة ليها على سطح الاندوثيليال سيلز. تبقى زي الريسبتورز اللي موجوده في اي سيلز اللي هو زي اللي بنشبهها لكم دايما البي اند لوك اوف ذا اف ايه they fit into each other. فالمولكيولز دي بتلاقي اللي موجوده على النيوتروفيلز بتلزق في مولكيولز ثانيه او تتحد معاها الشكل بتاعها، المولكيولز الثانيه موجوده على سطح الاندوثيليال سيلز.
اوكي؟ بديس او الادهيشن مولكيولز. في كذا نوع من الادهيشن مولكيولز، اسامي كتير هتلاقوها في الكتاب، في حاجه اسمها سيلاكتينز، انتجرينز، ادهيشن مولكيولز 1. ففي لوت اوف ادهيشن مولكيولز نحفظ كفايه عليها سيلاكتينز اند انتجرينز. طب ليه العادي النيوتروفيلز ما بتجيش تنسى على الاندوثيليال سيلز؟ اشمعنى الانفلاميشن؟ لان كميه الادهيشن مولكيولز اللي بتبقى اكسبرس على السيلز بتبقى قليله قوي في الحالات الطبيعيه. لكن وقت الانفلاميشن بنلاقي الادهيشن مولكيولز دي بتكتر اكتر. It is enhanced. The expression of adhesion molecules is enhanced يعني بتزيد في حالات الانفلاميشن. طب ايه اللي بيخليها تزيد؟ برضو عمليه الميديتس. حاجات بتطلع من الخلايا الحاله دي اسمها سايتوكاينز. سايتوكاينز طبعا مين السايتوكاينز دي؟ طبعا من الاستيوسايتس اللي موجوده في التشو. التشو الطبيعي فيها الاستيوسايتس مع الانجري بتطلع السايتوكاينز. سهل نحفظ بقى مع تيومن كلوزز الفا وانتر لوكين 1. بعيد اللوكين 1 وتيومن كلوزز الفا دول اللي بيخلوا الادهيشن مولكيولز تبقى انهانس وتزيد على سطح النيوتروفيلز اند الاندوثيليال سيلز. اوكي؟ طب احنا عايزين ليه يحصل بيجمنتنج ده؟ ليه عايزينهم يلزقوا في بعض؟ لان تقدر تخرج بعد كده النيوتروفيلز تقدر تطلع من الفاسل، هي بتثبت نفسها كده على سطح الفاسل وبعدين تبتدي تطلع سوتوكوتشن. عارفين ان النيوتروفيلز ار موتايل سيلز، فلما تنسى كده تبتدي تقدر هي مثبته نفسها تبتدي تتحرك اند يحصل لها انجريشن يعني تطلع outside the vessel between the endothelial cells. هي بتثبت نفسها في الاندوثيليال سيلز علشان تقدر بعد كده تتحرك وتموف عليها وتطلع between the individual endothelial cells. اوكي؟ يبقى احنا بنركز على ان احنا عايزين سيلز تطلع outside the vessel علشان combat the injury او infection اللي موجود. مين السيلز اللي تقدر تعمل كده؟ النيوتروفيلز والمونوسايتس. يبقى السيلز اللي هتطلع في الاكستريميز نيوتروفيلز ومونوسايتس. النيوتروفيلز بتطلع باعداد كتيره في الاول، هي طبيعي النيوتروفيلز اكبر عددا في البلد، المونوسايتس عددهم قليل. فالنيوتروفيلز هي وسيله الدفاع الاولى وهي اللي بتطلع الاول باعداد كتير. اوكي؟ اللي بعد كده المونوسايت بتطلع باعداد قليله. الدور بتاعها مهم في late stages of inflammation. على ما تكون كمان قدرت ان هي to increase or proliferate in the tissues. يبقى المونوسايتس بتطلع، النيوتروفيلز بتطلع، النيوتروفيلز هي اللي بتلعب الدور الاساسي في الاول. المونوسايتس بتلعب دور late، ليه؟ عشان هي عددها قليل لما بتطلع في التيشوز under the effect of different سايتوكاينز في الوسط تلاقي ان هي بتبريفريت بتزيد في العدد تبتدي تاخد الدور بتاعها بعد النيوتروفيلز كمان ما تكون اتس هوستد ودايت. النيوتروفيلز اللايف سبان بتاعها صغير. اوكي؟ يبقى النيوتروفيلز عددها كتير تطلع في الاول، هي خط الدفاع الاول. لما تموت النيوتروفيلز تكون المونوسايتس طلعت وبقت ايه؟ انكريز النمبر وبقت اكتف. المونوسايت لما بتطلع في التشو بتبقى اكتيفيتد وبنسميها ماكروفيج. اوكي؟ يبقى الماكروفيج هي المونوسايت اللي بقت اكتف انسايد في التشو. بتاخد وقت عشان تكتر عشان تبقى اكتف. عشان كده الاول النيوتروفيلز هي اللي بتبقى الفيرست لاين اوف ديفنس بس اللايف سبان بتاعها قصير. الدايت بعدين المونوسايت تكون شد قيمه وبقت اكتف بقت ماكروفيجز وعددها بيزيد فتكون هي بتبتدي تاخد السكند لاين اوف ديفنس. اوكي؟ يبقى السيلولر اكسوميت في الاكيوت انفلاميشن بيتكون من نيوتروفيلز ومونوسايتس which بعد كده بيتحولوا لماكرو فيجز. فيجز مايكرو اند ماكرو يعني they can engulf bacteria عشان كده بنسميهم فيجز. النيوتروفيلز اسمها مايكرو فيج عشان هي نفس الخليه is small in size عشان كده بنقول عليهم مايكرو.
لوك فيج، لكن السايز بتاع المونوسايز لما تكبر تبقى اكتف تبقى كبيره عن النيوتروفيل، عشان كده بنسميها ماكرو فيج. اوكي؟ الانفلاماتوري سايز اللي هتطلع من الفاسل نيوتروفيلز اند مونوسايز. هتطلع ازاي؟ قلنا في كذا ستاب. اول حاجه due to slowing of the circulation تبتدي السيلز leave the axial stream and it comes to the plasmatic zone on the outside of the vessel. فبيحصل حاجه اسمها homogenation تبقى على الادج of the stream of blood. بعدين يحصل pigmenting يعني it adheres itself، يحصل adhesion بين the neutrophils and the monocytes together with the endothelial line. When it adheres to the endothelium, it starts to emigrate outside the blood vessel into the intercellular space. في ترم اسمه diakinesis. Diakinesis يعني لو بصينا على الاكسوتين هنلاقي فيه شويه red blood cells. The red blood cells زي ما انتم عارفين they are not motile ما بيتحركوش. لكن بيطلعوا برضه مع الاكسونيت بيطلع شويه منهم بيطلع في الاكسترا باسكولار سبيس. بيطلع ازاي؟ باي باسيف ميكانيزم مع السيلز وهي طالعه مع البلاد هيدروستاتيك بريشر جوه الباسيف بيسوق الريد بلاد سيلز ده ويز انفلاماتوري سيلز اللي طالعه. اوكي؟ فالدايت بيسز از ذا باسيف باسج اوف ريد بلاد سيلز from the bloodstream into the interstitial tissues. خلاص؟ The diakinesis primitive that applied the red blood cells test. هي passively تخرج outside the stream of blood into the interstitial tissue. تطلع منين؟ بتطلع between the endothelial cells زيها زي neutrophils and the monocytes. Okay. مفهومة من البوينت اللي بعديها؟ يبقى this is the mechanism of formation of cellular exudate. هل عندك سؤال؟ يعني على النيوتروفيلز على السطح بتاع المبرين بتاعها في
5A receptors lymphocytes بتتعرف على الريسبتورز دي and then it binds to them. كل ما بتقرب اكتر هي كمان بتطلع لوكوتريز، يعني واحده او اثنين او ثلاثه اتعرفوا على ترتيب الانتجن عملوا السي 5 اي وحصل بايندنج فيهم. اوكي؟ فابتدت تتحرك ناحيه الانتجنز اللي جذبتها. كل الاكتيفيتد نيوتروفيلز هي كمان بتبتدي تطلع لوكوتريز ثاني وتكسب اذر نيوتروفيلز. اوكي؟ يبقى الكيموتاكسس عن طريق كيموتاكتيك ايجنت ليها ريسبتورز on the surface of the neutrophils. لما الكيموتاكتيك ايجنت تيجي تفنط ريسبتورز على سطح الليكوسايت دي رياكشن ينتج عنها ايه؟ اكتيفيشن اوف ذا فوسفولايبيز. فوسفولايبيز موجود على اساس مبريل بيريليز كالسيوم انسايد ذا نيوتروفيل. النيوتروفيل عندنا لان هي مطايف عندها تشوبينين اند اكتين. ذيس ار كونتراكتايل بروتينز هي اللي مسؤوله عن الموفمنت بتاعت النيوتروفيل. النيوتروفيل بتتحرك ليه؟ عشان جواها حاجه اسمها اكتين اند تشوبينين. زي ما موجوده في المسلز بتاعتنا اكتين ومايوسين، هم عندهم تشوبينين واكتين اند ذات واي ات موفز. بالطبيعي مفيش اكتيفيشن مفيش موفمنت، هي ماشيه في وسط لكن وقت ما يحصل انفلاميشن احنا عايزين الموفمنت دي تزيد. اوكي؟ ايه اللي هيزودها؟ هو الكونتاكت بتاع الريسبتورز مع الكيموتاكتيك ايجنت. تقوم تطلع كالسيوم جوه السيل، الكالسيوم ياكتيفيت التوبيلين والاكتين، ستارتس تو فانكشن، تبتدي السيل يحصل لها موفمنت توورز ذا الاكتين. اوكي؟ يبقى الريسبتورز دايما موجوده، لكن لما تلاقي الحاجه السبيسيفيك ليها تبايند معاها وده ينشط الخليه and starts to move towards the bacteria. اوكي؟ يبقى خلاص اول خطوه سيلز outside the vessel خرجت في التشو. هتوصل التشو عايزه تعرف سكتها ناحيه البكتيريا هيبقى عن طريق الكيموتاكتيك كيميكالز which attract the الانتي بوديز اللي جت وقفت على السطح بتاعها.
الملانين اتاتش الميوزوغلوبين سي تو اتاتش تو النيوتروفيلز يحصل اكتيفيشن للنيوتروفيل بتطلع سود كوجيا بتطلع اجزاء السايتوبلازم تو انجلف البكتيريا البكتيريا تبقى تدخل انسايد ذا سيل تطلع يمين كده تحوط البكتيريا تدخلها جوه السايتوبلازم اوف ذا نيوتروفيل جوه السيتوبلازم تبقى موجوده في فاكيول اسمها فاجوسوم ده السطح بتاع النيوتروفيل اسمه بكتيريا في السيتوكوتيا اللي حوالينا عمل فاكيول جواه البكتيريا الفاكيول ده اسمه فاجوسوم اكيد اتخدت بقى قبل كده مفهوم السيتوكوتيا دلوقتي البكتيريا انسايد ذيس فاجوسوم الستب اللي بعد كده خلاص هي طلعت البكتيريا وات از ذا نيكست ستب ذا نيكست ستب از كيلينج ذا بكتيريا عايزين نتخلص من البكتيريا دي نتخلص منها ازاي عن طريق الانسايدز اللي موجوده في النيوتروفيل النيوتروفيل عندها حاجه اسمها لايسوزوم دي تبقى فاكيول هو انسايدز تيجي اللايسوزوم بتتعمل عن طريق الجولجي ابريتس اللايسوزوم اللي جواها الانسايدز بتعمل فيوجن مع الفاجوسوم بيسموها فاجو لايسوزوم البكتيريا جوه الفاجوسوم تيجي سكريتي الماتيريا بتاع النيوتروفيلز موجوده في اللايسوزوم ديفيوز توجذر الانسايدز تطلع من اللايسوزوم يعني digestion, degradation, killing of the bacteria. هتقتل البكتيريا عن طريق ايه؟ عن طريق enzymes, glutamic enzymes, عن طريق hydrogen peroxide with superoxide. Superoxide, the oxygen carrying a negative charge ion. O2 minus charge. Outside the vessel through the interstitial tissue. And then
يبدا ينشف سكه واحده يوني دايركشنال موفمنت توورز البكتيريا، يبدا ينشف توورز البكتيريا اللي بيخليها تمشي في اتجاه واحد ناحيه البكتيريا كيموتاكتيك سبستنس. نعم فاحنا شويه سي 5 اي بتوينز بكتيريال انتيجنز هما دول اللي بيجذبوا والمونوسايتس تروح تعمل ايه؟ انت تعمل فاجوسايتوزس digestion of the bacteria, the digestion عن طريق production of lysosome enzymes, hydrogen peroxide, super oxide. هذول killing mechanisms بتاعت the neutrophils and the monocytes. Okay? Pathology دائما بيقول gross picture, microscopic picture. That microscopic part بتاع الانفكشن. هم عرفوا حاجات ازاي؟ كل الحاجات دي عرفوا ازاي؟ كانوا بيجيبوا تيشوز يحقنوا فيها بكتيريا او يحقنوا فيها اي حاجه انجوريس حاجه تعمل دامج في اي حاجه وبعدين ساعه ورا ساعه ياخدوا ايه حته التيشو ويفحصوها تحت المايس فيعرفوا على بعض الساعات كده ايه اللي بيحصل في الاول بيحصل كذا وبعدين كذا مين اللي بيشوفوه تحت المايس طبعا الكلام ده زمان جدا جدا يعني فديز ار ذا ستابس اوف انفلاميشن اللي هم شافوها تحت الميكروسكوب ده هنا انسايد ذا بلاد فاسل دول الار بي سيز ما فيهمش النيوكلياي اند ذيز ار ذا نيوتروفيلز يبقى ناخد بالنا وي ريمبر نتذكر كده مع بعض شكل النيوتروفيلز عشان لما تشوفوا في تيست باثولوجي تشوفوا تحت الميكروسكوب ما حدش يقول يعني ايه النيوتروفيلز شكلها عامل ازاي النيوتروفيل از سمول سيل حوالي 8 مايكرو النيوكليس بتاعتها ليها مالتيبل لوبس مالتي لوبيتد نيوكليس فده الشكل بتاعها في البلاد مالتي لوبيتد نيوكليار والسيتوبلازم بتاعها في جرانيولز طبعا احنا مش هنشوف في البلاد احنا هنشوف سكشن اوف ديفيشنز لو بصينا هنا في السبيس الكبير دوت اللي عليه القهوه الاسود شايفين كويس هنا ولا لا؟ هو السبيس ده ده الفينيول هنا البلد هو هنا من النيوتروفيلز اهي ابتدت تعمل البيفمنتنج اللي احنا بنقول عليه بدل ما هي في النص كده ادي سبيس ده كل ده اللاين بتاع الباسل النيوتروفيلز بدل ما هي في النص ابتدت ايه تموف ناحيه الادجز تلزق في الاندوثيل مايجريشن اند بيفمنتنج اوكي بعدين ابتدت تطلع اوتسايد ذا باسل يعني هنا ده هو ده الاكسترا باسكولار سبيس الانترستيشن تيشو كل المسافه من هنا لهنا ده الانترستيشن تيشو فالبوليمورز او النيوتروفيلز ستارت تو جو اوتسايد يبقى كل اللي بره دول نيوتروفيلز ده ماجنيفيكيشن بتاعت الجزء ده ماجنيفيكيشن هنا يبقى كل دول نيوتروفيلز وايه اللي ما بينهم ده؟ احنا شايفين ايه بين النيوتروفيلز في الصوره اللي تحت؟ حاجه مفتوحه ولا في خيوط بقى كده شايفين خيوط بقى دول مين فايبر قلنا الفايبر بيطلع ويعمل شبكه الشبكه دي مفيده للانفلاميشن علشان النيوتروفيلز بتساعد النيوتروفيلز انها تمشي وبتساعد الايه اللي هي توتلايز البكتيريا تشيل البكتيريا وتمسكها كده لحد ما النيوتروفيلز تيجي تعمل لها فده المنظر اللي احنا بنشوفه تحت الميكروسكوب فايبر ومعاه نيوتروفيلز في سلسلة ثانية كبيرة شوية هي دي هي الماكروفاجز يمكن مش واضحة قوي هنشوفها في حصة العمل دي إذا نسيت أعملها في خلاص يبقى ده منظر الإكسوليت شبكة من الفايبرين وفي وسطها في الإنفلاماتوري سيلز اللي هم مين؟ النيوتروفيلز أند المونوسايتس بقى بعد ما طلعت قلنا بقى اسمها إيه؟ ماكروفاج يبقى لما هنوصف اي انفلاميشن طول ما احنا ماشيين كده هنقول a network of fibrin entangling neutrophils and macrophages هتلاقوا دي موجوده في كل وصف عمالين نقول في الانفلاميشن نفس الوصف ده تلخيص اللي احنا قلناه ان الاول بيحصل تيشو دامج نفس الديزاين اللي شفناه قبل كده ان these are the steps of the acute inflammation
فبيبقى النتيجه عندنا فلويد اكسوديت وسيلولار اكسوديت اللي احنا لسه قايلين عليه دلوقتي. مع دول بيحصل اكتيفيشن للتيشو هيستوسايتس. ايه التيشو هيستوسايتس؟ دول هيستوسايتس تبع الديتيكال انتيريور سيستم. فاكرين الديتيكال انتيريور سيستم في البادي؟ في السبين، في الليفر، في التيشو ان جنرال. في هيستوسايتس، الهيستوسايتس دي بتبقى قاعده كده ان اكتف. لما يبتدي يبقى فيه انفلاميشن بيحصل انجري تبتدي تبقى اكتيفيتد. الهيستوسايتس لما تبقى اكتيفيتد يبقى برضه اسمها ماكروفيج. يبقى لما نسمع كلمه ماكروفيج نعرف انها اكتيفيتد بوث سايتس او اكتيفيتد فيشل هيستوسايتس، عشان الاثنين حجمهم لارج والاثنين ار فاجوسيتد، عشان كده بقى اسمها ماكروفيج. الماكروفيج بقى قلنا هي بتيجي في المرحله الاخيره من الانفلاميشن، غير انها تقدر تشيل البكتيريا وتنجرف البكتيريا، مهمتها يقول عليها بقى الكناسه سكافنجر سيلز، هتيجي بقى تنظف مكان الانفلاميشن. اوكي، قلنا الانفلاميشن سلايك فايز، الدنيا اتكسرت، دخلوا علينا ناس، اتخانقنا، ضربنا، كسرنا المدرب، بعد شويه عايزين ننظف المدرب ونبنيه تاني. الاول ننظف نطلع الكراسي المكسره نشيلها كده، وبعدين نبتدي ايه؟ نبني المدرب تاني. مين اللي هيشيل الحاجات المكسره دي؟ هو الماكروفيز، سواء من الاسكوسايتس او سواء من المونوسايتس. يبقى السكافنجر سيل كان ناس هيجي هيشيل كل النكروتيك سيل. قلنا نكروتيك يعني ايه؟ دامس سيل، كل الخلايا اللي ماتت جوين ذا فايت، الفايبر اللي موجود ده عايزين نخلص منه، كل الفلويد اكسوديت ده عايزين نفصل جزء كبير منه، ننظف المكان عشان يبتدي يحصل هيلينج. اوكي؟ The last stage, clean of the site of inflammation to start healing or repair. طبعا حدوته زي دي مكلكعه بتحصل ان ستابس، لكن ازاي بتحصل بالتناغم اللي بيحصل ده؟ ده عن طريق الكيميكال ديجيتس. الجزء الاولاني اللي كنا سبناه امبارح كيميكال ديجيتس هنتكلم عليه دلوقتي. الكيميكال ديجيتس هي اللي بتعمل تيونينج بقى، امتى النيوتروفيتس تطلع، امتى الفلويد اكسوديت يطلع. والإميون ريسبونس بتاع
يبقى لما نتكلم على الميتيتر نعرف هو بيطلع من انهي خلية وبيعمل ايه. يبقى الهستامين بيطلع من الماسك سيلز بيعمل ايه؟ بيعمل فاسو دايليتيشن وانكريز بيرميابيليتي. السيروتونين تاني واحد، سيروتونين ده بيطلع من البليتلتس والفانكشن بتاعه فاسو دايليتيشن. Yeah.
حد عارف ايه الاكسس فاكتور ده؟ 12 واحد من الفاكتورز بتاعت الكواجيليشن. فاكرين الكواجيليشن سيستم كان الكاسكيد واحد يسبب الثاني اكتيفيت اللي بعده لحد ما يحصل كلوتنج اوف ذا بلاد. واحد منهم كان هو الاجمن فاكتور. هو الاجمن فاكتور ده الكي فاكتور بيأكتيفيت حاجه اسمها كاريكراين يعمل بريكاينين. البريكاينين نقصد البريكاينين ده هو المهم ده بيعمل فازو دايلاتيشن. يبقى الكاريكراين ده طبيعي موجود في البلازما بيحصل له اكتيفيشن لما يحصل اكتيفيشن للاجمن فاكتور. الكلوتنج سيستم برضه بيحصل له اكتيفيشن في النهايه يدينا فايبر واحنا عايزين الفايبر ده زي ما اتفقنا في الانفلاماتوري انسولين. I know this is the anti-atlas hit of inflammation كلها كانت واخدنا لما كنا ضربه ما كانش فيه بقى الكلام ده كله معروف كنا عارفين بس الاستامين والاستاكلاتس. لو كنا نحفظ الانفلاميشن من غير البيسر بس بعد ما كل بقى حاجه بقت يعني نون دلوقتي فعليك تعرفوا بس الكومبلمنت اكتيفيشن عارفين الكومبلمنت برضه الكومبلمنت فيه فيريس فاكتورز فبيحصل له اكتيفيشن بتحصل له ان كاسكيد عارفين كلمه كاسكيد يعني واحد ورا الثاني بيحصل له اكتيفيشن. اهم تو اليمنتس في الكومبلمنت اللي هو السي 3 اي والسي 5 اي دول بيعملوا فاسكيلو دايليتيشن كيمو تاكسس واوبسونايزيشن اللي قلنا عليها بتحصل قبل الفاجوسايتوز. رابع سيستم موجود عندنا هو البلازمينوجين. اكتيفيشن بتاعة البلازمينوجين بتدينا بلازمين والبلازمين بيعمل فايبرينولايسيس. طب هو احنا عايزين نعمل فايبرينولايسيس ولا عايزين نعمل فايبر؟ عايزين نعمل فايبر بس لما الانفلاميشن تخلص كنا عايزين نغلص المكان ونكسر الفايبرين ونشيل الهيسه دي كلها فده بيحصل ايه؟ في ات ان اوف ذا انفلاميشن. فايبرينولايسيس بلازمين ده بيجي في الليت ستيجز اوف انفلاميشن تو جيت ريد اوف ذا فايبر. يبقى الكيميكال ميديتورز اللي طالعه من البلازما فور جروبس الكاريكرين سيستم الكلوتيد سيستم بلازمينوجين اند كومبلمنت اكتيفيشن او فايبرينوليتيك سيستم. بلازمين هو الفايبرينوليتيك سيستم.
after 11 ممكن يبقى بوند. لو الوايت بلاس كاونت وايت سيل كاونت اكتر من 11000 من كل كيوبيك مليمتر بدأت تسميه لوكوسايتوسيس. فيفر لو اكيوت انفلاميشن از سيفير ممكن تعمل لنا فيفر. الفيفر دي سببها ايه؟ هو مين المسؤول عن الهيت ريجيليشن؟ الهايبوثالامس هو اللي مسؤول عن الريجيليشن اوف the heat of the temperature of the body. بالفيفر سوري بالانفلاميشن في substances من البكتيريا من الليكوسايتس اللي بتضايق during the inflammatory process بتطلع material from inside the cells. We call it pyrogenic substance. Pyrogenic يعني عندها القابلية ان هي elevate the temperature of the body. هتعمل كده ازاي؟ by acting on the heat regulating center في الهايبوثالامس. يبقى اللي بيعلي temperature المواد اللي موجودة في البكتيريا والدد ليكوسايتس. The circulating the blood act على الهايبوثالامس يخليه يرفع temperature of the blood. الفيفر دي زي الانفلاميشن برضه ليها بروتكتيف ميكانيزم ان هي لما ترفع التمبرشر ده ما بيبقاش الاوبتيمال تمبرشر للبكتيريا عشان تعيش فيه فالهابس ان كيلينج البكتيريا. لكن ات ذا سيم تايم الاليفيشن بتاع الفيفر بتاع التمبرشر بيعمل ديسكومفورت وممكن يبقى هارمفول تو ذا تيشوز اذا عالي قوي. Increase erythrocyte sedimentation rate. بأي inflammation الدكتور كده لما بتطلعوا بعد الكلينيشنز بتطلبوا شوية تحاليل يعملوا بلاد بيكتشر عشان تأكدوا إن في inflammation ولا لا. فمن ضمن الحاجات قلنا إن البلاد سيلز نلاقيهم عالي فديس دينوتس ذير إز أن إنجوينج inflammation. الحاجة الثانية elevated sedimentation rate. عارفين السيدمنتيشن ريت اللي هي الحصول على البلاد بيشوفوا الأر بي سي بتاخد وقت قد إيه عشان التايم اللي بتاخده بيبقى بسرعه اكتر في وقت الانفلاميشن. ليه؟ علشان في فايبرينوجين في مواد في البلاد هي اللي بتساعد الرو فورميشن ان الاي بي سيز تتجمع مع بعض. السيدمنتيشن ريت الانفلاميشن بيعلى ليه؟ علشان الفايبرينوجين بيكون عالي. الليفر بيطلع مواد اسمها اكيوت phase reactant. حطوها دي. لكن phase reactant زي الفايبرينوجين وزي حاجة اسمها C reactive protein. يبقى C reactive protein في مواد بتطلع من الليفر بتبقى موجودة in inactive form بس مع الانفلاميشن it increases فبنلاقي C reactive protein ده بيعلى في الليفر. وده برضه مهم في التحاليل لما بتتعمل تحليل C reactive لما بيجي عالي ongoing inflammation in the body. But during inflammatory process, لو عملنا level of immunoglobulins in the blood ولا lymphocytes, بس lymphocytes mainly for chronic inflammation. ممكن نعمل level of immunoglobulins بنلاقي level of immunoglobulins is elevated. Okay. But these are the general effects which we find in the body due to inflammation. هتاخدوا كده 5 دقايق علشان نكمل بعد كده.